صباح الخير أصدقائي، السلام عليكم، مرحبا، يوم جديد. ونصيحة أصدقائي، نصيحة عالطائر الإخوة المربي طيور الحصون اللي تسائلوا حول تقديم الفيتامينات لطيورهم. أولا أصدقائي، نعطيكم هالملاحظة هذه، دائما لازم تكون الذكور تكون تجهز قبل الإناث. لماذا؟ لأن الإناث يعني إذا كان جهزت طبعا سوف مباشرة تبدأ في بناء العش، وإذا كان الذكر الخاص بها غير جاهز فسوف نخسر هذا العش. لا محالة أصدقائي، لا محالة. إذن دائما القاعدة تقول اللي الذكور ماذا بنا أو من الأفضل تكون جاهزة قبل فترة، حتى عندما تريد الأنثى أن تقوم ببناء العش يكون الذكر ما شاء الله يكون جاهز، وما عادش نخافوا على هذا العش أو هذا البيض من عدم تلقيحه. هذه الملاحظة. الملاحظة الثانية أصدقائي، الإخوة اللي يحبوا يعطوا فيتامينات لطيورهم من الآن، يعني طيور الحصون، وتكون طيورهم ما زالت يعني بالملاحظة ما زالت يعني على فترة الجهوزية من خلال المنقار، ما زال في سواد مواد الجهوز التغليد القوي وعلامات الجهوزية مثل يعني إسقاط الجناحين الأسفل والذيل يصبح مفتوح ونزل عمودين الأسفل، هذه علامات معروفة، وكمال يعني لمعان الريش و من الآن نبدأ على الأقل بتقديم الفيتامين الذي قمنا باختياره. نبدأ من الآن بتقديمه على الأقل مرة في الأسبوع، يكفي مرة في الأسبوع، وكل ثلاثة أسابيع نزيد مرة أخرى، يعني تصبح يومين. يعني الغاية من ذلك هي تعويد جسم الطائر على هذا الفيتامين ولا يعود بالصدمة وإسقاط ريش الجناحين. وهذه معلومات نعرفها نحن مربي الحصون، والأهم من ذلك هي اختيار الفيتامينات الأصلية والابتعاد عن الفيتامينات المقلدة، ويعني شراء من عند أشخاص ذات سمعة، لأن الفيتامينات المغشوشة أصدقائي مخاطرها كثيرة أصدقائي. وإن شاء الله يعني الإخوة كذلك اللي يحبوا تكون طيورهم يعني في غرف يعني يريدون الإنتاج مبكرا، لازم نفهموا اللي وصول الضوء يعني النهار مهم لتسريع الجهوزية أصدقائي. هي كما نعلم الطائر يعني من لازم 13 إلى 14 ساعة في اليوم إضاءة حتى يكون مستعد للإنتاج. لذلك أصدقائي لازم نحسبه من الآن، يعني من فترة تسمعوا فيها الفيديو، نحسبه يعني من شروق الشمس إلى غروبه كم من ساعة موجودة، وإذا كان يعني أقل من 13 ساعة ونوعني أفضل وقت هو طبعا شهر 3، ولكن إذا كانت تحب تنتج في أواخر أو وسط شهر فيبري نبدأ بزيادة، يعني نحسب ساعة الوقت الناقص من 13 إلى 14 ساعة، ونبدأ يعني نقوم بمثلا نحسب على شهرين أو 3 شهور حسب الوقت الذي تريد الإنتاج منه. هذه الساعات نبدأ بزيادتها على الأقل، نعمل مثلا ربع ساعة أو 20 دقيقة أو نصف ساعة مثلا ليس أكثر في الأسبوع كامل زيادة ضوء. وأفضل زيادة حسب رأي أصدقائي هي في الصباح. لماذا الصباح وليس المساء؟ أو لماذا لا نقسم هذا الوقت بين الصباح والمساء؟ أنا نحب الغروب يكون غروب طبيعي حتى الطيور يعني مع الغروب كما نعلم الضوء يبدأ بالنقصان شيئا فشيئا، الطيور ترجع إلى أماكنها إلى أعشاشها، وهكذا نبتعد عن يعني الضوء الصناعي الذي نقوم بغلقه. فجأة تكون الطيور ليست في أماكنها. الأفضل هو الإضاءة في الغروب تكون إضاءة طبيعية حتى تتعود الطيور على أخذ أماكنها، والزيادة تكون في الصباح فقط. هذا هو الفيديو اليوم أصدقائي، تحياتي والسلام عليكم.